السلام عليكم، اهلا وسهلا بالمتتبعين ديالي. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم وعلى التعليقات اللي كتكتبوا لي، وسعيده بالانضمام ديالكم والثقه ديالكم اللي وضعتوا في القناه ديالي. لاول مره كيشوف لاشين ديالي ما ينساش يشارك ويفعل الجرس باش يوصلوا مني كل جديد. جيت وجبت معايا دائما ودائما الجديد كما عودتكم، والمواضيع اللي كطرحوها عليا هو الاستعداد للدراسة. ما نزلتش بالدرس الثاني، ولكن هذا الموضوع تطرح عليا بزاف بزاف بزاف، والكل كيقول لي كيفاش نستعدوا للدراسة، واش نبداو دابا ولا من بعد. ولكن الآن جيت بمجموعة من النصائح اللي خاص كل واحد يتبعها باش يبدا سنة دراسية ناجحة بإذن الله وبالتوفيق للجميع. إذن شهر غشت هو مر تقريبا نصف فيه، إذن لا بد نستعدوا للدراسة، لأن بقت أيام قليلة، يعني بضعة أسابيع وها حنا غنستقبلوا الدراسة، سواء كانت الدراسة عن بعد أو حضورية. لابد لها من خطوات الاستعداد. أول حاجة ودائما غنكررها ونكررها هي تدريب الساعات البيولوجية. غتقولوا شنو هي هاد الساعة البيولوجية؟ الجسم ديالنا والجسم ديال ولدك ولا بنتك ولا ديالك تعود على انه باش ينعس في واحد الوقت معين، السهر، كيسهر على البورطابل ولا على التلفازه ولا على اي حاجه اللي هو يعني اي هوايه، وكيبقى سهران حتى الصباح، ومن بعد كيفيق متاخر، يعني كيفيق حتى لداك 12 11 12 الوحدة عاد كيفيق. اذا هنا الجسم ديالك ولف واحد النوع ديال العمل، يعني ولا عندك الفياق متاخر والنوم متاخر، هذا كينعكس سلبا على الجسم ديالك. اذا باش تستقبل الدراسه لا بد تعود نفسك على دير واحد النظام، انني خاصني نعس في وقت معين باكرا، وخاصني نفيق باكرا، باش ملي تجي الدراسة ما يجيكش العياء والتعب، وتحس بأنك ما قادرش تتأدبط مع هذاك التوقيت ديال الدراسة. إذا من الأنف صاعدا، إذا أول نصيحة هي أنك تدرب راسك على النوم المبكر والاستيقاظ في ساعة مبكرة. إذا تدريب، هذه اللي كتسمى تدريب الساعات البيولوجية للجسم. النصيحة الثانية اللي غنقدمها لك هي أنك خاصك تبعد ما أمكن عن الهاتف أو الحاسوب. إذا ما تبقاش دائما 24 ساعة على 24 ساعة وانت شدك هذاك البورتابل ديالك، وكتحس بالمخ ديالك والدماغ ديالك كله مسلوب لهذاك الجهاز اللي أمامك أو لا بين يديك. إذا شنو خاصك دير؟ أول حاجة خاصك تبقى تحدد وقت، انا غنخدم فيه واحد الساعه ساعتين وغنحطو صافي، غتنزل هذاك الهاتف ديالك ولا داك الحاسوب وغترتاح منه. اذا اول حاجه اتعود نفسك على الابتعاد على الاجهزه الالكترونيه اللي سلبات لك الوقت والدماغ ديالك. ثالث نصيحه اللي غنقدمها لك، ولا بد والكل راه تعود عليها، هي دوك المسلسلات والافلام اللي راك متبعهم دابا حلقه مور حلقه، يعني كتتابع الحلقات. اذا حاول ما امكن انك تنهي هذوك المسلسلات من الان، راه ما يمكنش تجي الدراسه وانت باقي كتتابع حلقات شي مسلسل ولا شي فيلم لسلسله الافلام اللي كتتابعو. اذا خاصك توضع حد بيدك، لان الا ما درتيش هذه الخطوه الان راه ما عمرك غديرها وغتكون عائق بالنسبه ليك في الدراسه ديالك. اذا النصيحه الرابعه، بقاو معايا، شنو هي هذه النصيحه؟ النصيحه الذهبيه هي تنشيط العقل. كيفاش غنشط العقل ديالي؟ بعض العمليات. اول حاجه غتحدد واحد الكتاب اللي غتبقى تقرا فيه، غتحدد عدد الصفحات معينه تقراهم في الصباح وتقراهم في المساء. اذا باش تعود تقرا، لان غتوجد في صعوبه في القراءه في الاول، على ان الدماغ ديالك ما بقاش كيقرا ولا هي كيشوف صافي، يعني تعود على واحد الحاجه. اذا انا خاصني ندربه،
اذا حدد واحد الكتاب، واخا في النهار الاول غتجيك صعوبه كبيره ولكن ضروري تغلب عليها قبل ما تبدا السنه الدراسيه ان شاء الله، وتتقبلها بطريقه سليمه. النصيحه الخامسه والنصيحه الذهبيه شنو هي؟ هي العاب الدقه والملاحظه لتنشيط العقل. اذا بحث على العاب ديال الملاحظه باش تنشط عقلك، راه كاينين موجودين وكثار، اذا موجودين اذا على مواقع التواصل، حاول تخدمهم وتنشط الدماغ ديالك باش العقل ديالك يتعود على العمل، لان راه ولف واحد شهرين شهرين اكثر من شهرين وهو مرتاح، اذا خاصك تنشطو شي شويه. النصيحة السادسة والذهبية كذلك، وهذه النصيحة راه ضروري ضروري وهي خطوة من خطوات النجاح، إذا حاول حضور واحد فيديو تعليمي كل يوم لاسترجاع داك القدرات العقلية والرجوع بحماس للدراسة. إذا شعارنا هو الرجوع بحماس للدراسة والتفوق فيها، وتكون هاد السنة أحسن من السنوات السابقة. إذا ما فيها بأس أنك حاول تشوف واحد درس تعليمي فيديو تعليمي، وتسترجع المعلومات ديالك وتحركها، وفي نفس الوقت تنجز بعض التمارين وبعض الواجبات المنزليه لفروض منزليه اللي باش تراجع داكشي السنوات السابقه، وهكا غتكون مستعد لسنه دراسيه ناجحه بامتياز. وهنا كينتهي الفيديو ديالنا، الى عجبك لا فيديو ما تنساش دير لي لايك وتبارطاجيه مع الاصدقاء ديالك باش تعم الفائده.